السلام عليكم متابعي قناة مرام مبشر. في هذا الفيديو جديد من بلاي ليست سي اش بنك. في هذا الفيديو سوف أريكم طريقة تغيير رقم الهاتف حسابكم سي اش بنك من التطبيق فقط بطريقة سهلة. متابعي وزوار قناة مرام مبشر، إذا كنت غير مشترك في القناة قم بالنزول أو الدخول إلى قناتي وقم بالنقر على الزر الأحمر هكذا اشتراك، وقم بتفعيل زر الجرس لكي تتوصل بجميع التنبيهات فور رفع أي فيديو على القناة. أجدد الترحاب بكم متابعينا الكرام. كما تعلمون لا يمكنك تغيير رقم الهاتف يعني من تطبيق سياش موبيل بيدك، لكن توجد طريقة سهلة بدون توجه إلى الوكالة أو أي شيء. فقط تقوم بالتواصل مع مستشارك البنكي أو إرسال رسالة يعني إليه عبر الإيميل التابع للوكالة الخاصة به، أو تقوم بإرسال الرسالة في رقمه لكن خلال أوقات العمل، يعني لا تراسله خارج أوقات العمل، فقط قم بمراسلته من 9 صباحا إلى 3 زوالا. هذا هو الوقت يعني العمل الخاص بالمستشارين البنكيين. طريقة سهلة، لن تحتاج إلى أي شيء آخر، فقط من تطبيق سياش موبيل تقوم بالدخول. ها نحن يعني في تطبيق سياش موبيل. الطريقة إما أن تقوم يعني بتواصل مع مستشارك البنكي أو أخذ رقم الهاتف الخاص به، يعني في جميع الأحوال سوف تقوم بمراسلة المستشار البنكي الخاص بك، لكن يعني يجب أن تقوم بإدلاء جميع المستندات الخاصة بك. أول شيء تقوم بالضغط على كونتاكتي مون كونسي. كما تلاحظون هنا مون كونسي يعني سوف تجد الاسم الخاص بالمستشار الخاص بك ورقم الفيكس يعني الخاص بمكتبه ورقم هاتفه يعني يبدأ ب06، هذا يعني رقمه الشخصي لا تقوم يعني بالاتصال به. فقط قم بالضغط على انفوي ان ايميل او انفوي اس ام اس. حين تقوم بالضغط على انفوي ان ايميل سوف تتوجه مباشرة الى الجيميل الخاص بك، يعني سوف تظهر لك نافذة ارسال رسالة جديدة. سقم بكتابة له يعني الرسالة الخاصة بك، قم بارسال صباح الخير يعني مستشاري حسب اسمه، يعني مثلا صباح الخير محمد، انا يعني مثلا مروان بشار حامل بطاقة الوطنية رقم الى غير ذلك. بعدما تقوم بإدلاء بجميع يعني المعلومات الشخصية الخاصة بك يعني التي سوف تثبت أنك أنت من يكتب ذلك الرسالة، سوف تقوم بالدخول في الموضوع. مثلا تقوم بكتابة بالدارجة المغربية، بغيت نغير الرقم الهاتف الخاص بي، ميمكليش يعني نجي للوكالة، كنتمنى يعني تعاوني من طريق الهاتف. يعني تقوم بإدلاء جميع المستندات الخاصة بك يعني حتى يتم يعني التحقق منها. بعدما تقوم يعني بالعمل ذلك تقوم بإرفاق يعني رقم الهاتف في الرسالة، رقم الهاتف الجديد. بعدها سوف يقوم بإرسال إليك يعني الكود، تقوم بإرساله مباشرة إلى المستشار في رقم هاتفه. سوف تقوم يعني بتغيير رقم هاتفك بسهولة، قمت بتغييره أنا بهذه الطريقة، يعني لن تحتاج إلى التوجه إلى الوكالة إذا كانت الوكالة بعيدة عليك أو غير ذلك، فقط من تطبيق سيرش موبيل. يوجد مستشار سوف يقوم بإجابة على أسئلتك، يوجد مستشار يعني لن يقوم بالرد أبدا على رسالتك. يعني إذا لم تنجح معك الطريقة فعليك يعني جمع وثائق الخاصة بالبطاقة الجديدة الخاصة بك، يعني الكونترا الخاصة بها من أي شركة الاتصال، اتصالات المغرب، إنوي، أورانج، تقوم بإدلاء يعني الكونترا الخاصة بها أو ورقة العقد، بطاقة الوطنية، وتقوم يعني بالذهاب إلى وكالة خاصة بك. بعدها سوف يقوم بطلب منك الرقم الجديد سوف تعطيه له، سوف تتوصل برسالة نصية، سوف تقوم بإعطاء الكود المستشار، سوف يقوم بتأكيد الرقم، الرقم سوف يقوم يعني بالتغيير في السيستم الخاص بسياش بنك. بعد 48 ساعة يتم تغيير التطبيق يعني في التطبيق الرقم، يعني بعد تغيير الرقم لا تقوم بالخروج من التطبيق لكي لا يقع المشكل الكبير الذي يقع للجميع. حين يقوم بالتغيير الرقم يقول لك صافي يعني ماشي مشكل دابا نقدر نغير التطبيق، لا، خليك التطبيق فعال. بعد 48 ساعه عادي يمكن لك ديزانستالي التطبيق لحقاش. فاش غادي ديزانستالي التطبيق وتعاود تردو الكود ديال كونفيرماسيون باش غادي تدخل، ما غاديش يوصلك في النمره الجديده لحقاش غادي يبقى طالع في السيستم النمره القديمه. هذا ما كان في هذا الفيديو، نتمنى نكون ساعدتكم وفدتكم بهذه المعلومه البسيطه. نلقاو فيديو اخر ان شاء الله مع حلقه جديده. الى اللقاء.